سيدتي سادتي، أهلا وسهلا بكم مع خبر عاطل. هناك كثير من الشخصيات العالمية ورؤساء الدول، نعم، عندما تختفي عنهم الأضواء يصابون بالاكتئاب، ولكن وجدوا الدواء. نعم وجدوا الدواء، الدواء على الطريقة الأردنية، وهذا كله سنراه في هذا التقرير. كرايبنا، حبايبنا، إخواننا، أهل مايكل كرام، لقد شرفتني الجاه الكريمة أن أتكلم باسمها لطلب يد ابنتكم نانسي إلى ابننا فريدريك، وإحنا نسايب من زمان من أيام الحاج فضية الله يرحمها، ويعتبرونا كاميلز وحملونا. موست ويلكم بالجاه الكريمة، وأهلا وسهلا بكم وبعشيرتكم وبأقربائكم بعشائر بني جونز، واشربوا الكابتشينو وبشروا باللي وات يو كم فور، وألف ثاوزنت مبروك.